شيء ان لم نقل في المغرب الغابات ديال الفلين اللي كتميز بواحد الخصوبه ديالها وكذلك الجوده ديال الاشجار ديالها اللي هي نادره في المغرب. انا بصفتي علي الدريوش نائب رئيس الشبكه المغربيه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك المنسق الجهوي لقطب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ديال طنجه تطوان الحسينيه وكذلك رئيس التعاونيه الغابويه والشمال اللي كتعمل على التحسيس والتوعيه ديال المواطنين في نفس الحمايه ديال الثروه الغابويه، كذلك رئيس مؤسسه الرعايه الاجتماعيه اللي حاليا كنستقبلوا اكثر من 120 ديال القوات المساعده والقوات المسلحه الملكيه والهلال الاحمر والوقايه المدنيه واللي هما تقريبا من يوم الاربعاء هما هنا مقيمين هنا كيمشيو يخدموا يعطفوا الحرائق وكيرجعوا لعندنا هنا كنوفروا لهم الرعايه وكذلك الاقامه وجميع وسائل الراحه باش يؤديوا المهام ديالهم على احسن وجه. المنطقه كما كتعرفوا هي منطقه الغابه ديال ال شريف واللي كتجمع جوج ديال الجماعات، جماعه ديال تطفت وجماعه ديال بوجديان. هذه الجماعه ديال بوجديان تقريبا فيها واحد 26 دوار اللي الاكثريه ديالها تم يعني التهمتها الالسنه ديال النيران، وإلا خديتوا هذا الشريط اللي غادي من هنا من الجهه ديال الشعره تغربت الى بوجديان الى بوادران فما بقى الا الحجر، ما بقى حتى شي حاجه تما، ومشات الاراضي اللي غيمكن تعيش فيها المواشي وكذلك الزراعه كذلك ما كايناش هذا العام كما كتعرفوا الظروف ديال الجفاف، فالماشيه محتاجه للعلف والسند النحل كذلك تضرر بواحد الشكل كبير تحرق عن اخره، وحش القنص وجميع الانواع ديال الوحش كله هجر وكله تحرق تقريبا. فإلا شفتوا من خلال الجوله اللي غادي تشوفوا الكارثه راه كبيره وكبيره عظمى، وكنتمناو من سيدنا وكنتمناو من جميع المسؤولين والحكومه وجميع المسؤولين على هذا الشيء ديال الصندوق ديال الكوارث انهم يلتحقوا في اقرب وقت بهذه المنطقه المنكوبه. الامس على الساعه 12 ليلا كنت في دوار العزيب والسفلي والعزيب الفوقي والقزقاز الى غير ذلك، فالناس لقيتهم ناعسين تحت الشجر وكيفترجوا الارض هما والابناء ديالهم بلا ماكله بلا ما بلا 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 ضوء، الضوء مقطوع. الاضحيه ديال العيد ملي تفضى وخسرت لهم كل شيء، خسر كل شيء ضاع له الاضحيه ديال العيد، ولهذا البارح كذلك كانت هنا فوق في الدواوير ديال الدمنه صخره القط لما الغميق كان يعني ولا زالت مشتعله بواحد الشكل مكثف. جماعه الدلوش بالضبط الجماعه ديال تطفت هذه وكذلك الجماعه ديال بوز ديال الملتقى بالنسبه انتم بالنسبه للنار التدخل ديال باقاش على الحد الان مازال شعلة مازال شعلة بين جماعه بوز ديال وجماعه تطف جماعتها كاين متجر جبل جماعتها كاين دمنا صخرة القط كاين دلم الغميق كاين تفار كاين فوق منهم في الجبل وكاينه في الجهه ديال القله تاريه زرايب الحمام يعني مشعله الان في المداجر. نعم شعله البارح حتى الوحده الليل وحنا تما وهي شعله وكل شيء حاضر تما، ولكن الغالب الله لان الالسنه ديال النيل كبيره بزاف والريح كيساعدها على الانتشار، وبالتالي الى مشيتوا راه غادي تشوفوا يعني واحد الكارثه كبيره بزاف. ضروا الناس كثير في الاشجار ديال الزيتون والاشجار ديال التين والاشجار ديال البرقوق، جميع الانواع ديال الاشجار مثمره احترقت عن اخرها، ما بقاو الا العواد وبقاو غير الحجر، ولهذا كنطلبوا واحد التدخل عاجل لفائده هذه السكينه. وحنا كشبكه مغربيه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني غادي نضافروا الجهود باش نحاولوا نوصلوا الميساج ونوصلوا الرساله للمسؤولين على اساس ان التدخل يكون لفائده هذه السكينه، كذلك واحد الفئه ديال الناس اللي المنازل ديالهم احترقت عن اخرها وما كيقدروش يدخلوا ليها لان التفحم كاينه وداك الشيء ديال هذا ما يقدروش يدخلوا وليداتهم وداك الشيء فهما جالسين على برا، يتدخلوا كذلك باش يساعدوهم واحد العدد ديال المواد ديال البناء باش يتمكنوا انهم ياويو ولادهم اللي هما صغار وما يهاجروش من هذه المنطقه، حيت المنطقه الا ما كان شي واحد التدخل عاجل وما كان شي واحد الانزال كبير ديال المساعدات وديال الدعم راه غالبا. على مستوى التدخل ديالكم انتم شنو هما الجماعات ثلاثه بهم استهدفتم ثلاثه بهم؟ الجماعات تطفت وبوجديان والقله كنتابعوا حنا واحد نعم كيف كان مستوى التدخل ديالكم انتم الفريق ديالكم الطريقه ديال المنهج اللي استهدفتوا ليها يعني شحال عن لا العدد ديال الفريق ديالكم اللي كيشتغل يعني معكم في الشبكه؟ نعم اجلاء السكان اللي جاوا لهنا اللي عندنا هما مقيمين من هنا كنطعموهم كناكلوهم هي حتى يستقروا وكنرجعوا مع ولادهم. نزيح دابا نعم هذه نقطة كاين اللي كيمشيو بحالهم القصار كبير وكاين اللي كينرجعوهم للأماكن ديالهم بعد ما تدعوا. بالنسبة للدور ديال سيادتكم في يعني في المأساة هذه يعني شنو الدور اللي كتقوموا به أنتم كمرشدين؟ أنا عندي شوف أنا نظرا للمتخصص في هذا الشيء ديال القطاع النباتي القطاع الغابوي فكنتابع يعني كنعمل مجموعة من التقارير وكنجمع مجموعة المراسلات عبر الفيسبوك وعبر المراسلات على الوضعية في
فين تقدمت والدواور اللي ضرت وكذلك الاشجار اللي ضرت وجميع الانواع ديال الاضرار كنحاولوا ما امكن نوصلوها للمسؤولين باش يتبعوا عن قرب كل حاجه. راه الا شفتوا اللايفات وداكشي راه كنصيفطوا داكشي مباشره، العافيه ملي كتكون شعله كنصيفطوها مباشره فين كاينه والساعه والوقت ديالها والسفينه اللي هبطت. ساعدنا مبطول المدينه القصر كبير باش انهم يكونوا تما في القصر كبير. نعم ها هو كتشوفوا بعض الاحوال بعض العائلات راجعين بالديور ديالهم من بعد ما